ومن يشوف العيون الناعسة ما جهلها أداج تنجرح شمس الضحى من جبينه. تعلمون يا عيال ان الشعر اللي ما احبه واجد ليه؟ اللي مثل ذي دغدغ مشاعرك. لا انا عندي بعض الاحيان شارات الغزل عندي كره حزن. ليه؟ ليه؟ كيف كيف كيف؟ قد انجرح ادري انا يمكن قلبي يعني وش وش تدري ايش؟ يمكن قلبي بعد احساس تدري ايش؟ يمكن انسان ميت احساس. لا الاعدادات عندك يبغى لها خبالة. اي استعادة اخوي توني بحدد. يلا قول انا. هل تعلمون ان القلب لحمة؟ يمكن انت انجرحت. اعطنا المعنى. انا قلبي الحمامة. اسلم معلمك يا ياسين. ما عندنا شغل ولا عندكم شيء. وماجد عارف يبغى يفك العلبة ويشكل العلبة هو خالد بالمسواك بعد العيشة. حياتي كلها صبر وجلاد. هذا واحد سامر تصدني والله. اي والله وجهك على القهوه يا ابو عوضه. انا واحد يقوم عندها لا دكان صغير. سلمت لا انت يقول فقير ما يملك ذا المحل الا بياله على قده وحمار وانت الكرامه هرب تعدم بالمحل. هذه ثمرته في الحياه كلها. لا اصبح الصباح راح المحل افتح كاس يتحرك يجيه الزبون يعاين يدور في الحلف ما يجي فتح يا رزاق يا علي. ما عندي شيء. تشتري لي مني تشتري حمار تشتري شيء. تشتري حمار ما عنده الحين شيء. فاتح منظمه مع التجار ومع الناس. ليه فاتح؟ الوكاد كذا ترزق الله يبغى يجرب. الوكاد راحت الايام راحت الايام وجت الايام وراحت الايام وجت الايام. ايوه ولين هو ذكي ولو ذكي واجد وسط اللي يمشي اموره مثل بعض الناس. خليني اعلمك. جاء يوم من الايام وجاء تاجر في السوق مع زبيب من لا شيء كان مع زبيب جاي بدري السوق. هذا لما صلى الفجر التاجر ذا تاجر الفلس يروح يربط حماره جنب المحل يفتح المحل يتعب. عيب التاجر عيب حمار وحمار عيبي بعضهم عيب بعض. سمعت مني ما عنده جواب. فتح في الصباح وقعد يعايف حمار حمار عايفين. التاجر جايك بعربيته وقف معه بضاعه. السلام عليكم. السلام. قلط قلط يقول تعال تفضل عين فيه شان ما في الا هو فاتح. انجبر اني اطلع اني اقلط عنده ابتلش ويدخل الدكان غبره والحاله والصراصير والخرابس والدنيا والحمار ينفق عند الباب. يا ولد واه الحاله واه اشرب. قال وش معك؟ يقول راعي المحل مد التاجر. قال معي زبيب ابغى المحلات تفتح. اوزع زبيب عليه مصرفونه واعود المره الجاي واجيب زبيب اتواصل معه يعني اتفقال وياه. حلو التصريح. بس التاجر ما طاه يعطي ذا المحل يابس يابس يا ولد الحمار جويع ما لقى شيء فقر فقر اني اروح زبيب. قال ابد ابشر بالسعد حول بضاعتك عندي هنيه واصرفها لك في يومين. قال انا ما ادري انا اطلع عندك حي ولا ميت عاد تصرف بضاعتي امهل عليك. دقيقه اصبر حمد عنده سعد. اصبر خلاص انت يلا خلص شنو يا ولد انت الوكاد. قال حول بضاعتك عندي. قال يا رجال انت انا بتحرك لا تفتح. قال يا ولد حول بضاعتك عندي. قال ولد والله ما حولها عندك ترى بطفي. كتاب باي من عنوان روح البلشه المهم منها قرعه. قال ابشر بالسعد اصرفها لك. وانا قال تدري على شلونك رجال قلبك طيب وفاتح من بدري إيه؟ وصاحب ذمه ضمير بتتقن بضاعتي ما نزلها عندي. سولف زعنت الوكاد نزل بضاعه. انا بستعجل السالفه عشان العيال. باع البضاعه صرفها الاولى. البضاعه الثانيه اشترى طق بجنب الحمار حمارين للحين عنده في المحل. أبوب هو ايش يفكر يبغى يجي تاجر حمير. ايوه هذا المفروض اللي حاطه فيه الله هو الهدف اللي عنده. سيارات زمور سيارات زمور. ايوه كان الرجال جال تجارة ثانيه زبيب يعطيه التاجر ذا ويروح يصرفها له في اسبوع لجمع اسبوع جاء صرف عطى فلوس مشت معه بدا يشتغل. قام يوسع المحل قام يطلع السلامه يلا يضبط المحل من جوا ينزلها اغراض ينزلها امور
وكل ما عاد شهر حمار غير الاثنين ذيك طق الا يشتري يشتري ويبيع في الحمير يبي يكمل درزن في سوق الحمير عنده الوكاد مالك الطيله التاجر جاي يوم من الايام اختفى ما عاد راعي الزبيب الزبيب باح من عنده البرز اول دي راح والناس عرفوه بالزبيب باحت فلوس باحت فلوس باحت فلوس وجه ناس وين الزبيب وين دراهمنا احنا معطينك تجيب حمله زبيب وانت كليت فلوسنا قام يعطي ذا يعطي ذا قفل تردت الامور قفل الحين قامت ترد الامور باع الحمار الاول ترد الامور اليوم الثاني ما جلس على حمار ذا وانت الكرامه يقفل المحلات يروح عند امرته في البيت وباعت التجار وممشى وحده وجوه من العائله تبغى تسولف وين بيعيش تاكلون من جنبي وش اعطيكم؟ ما في شيء ما في اعطي العرض خبز ولا اعطيه لا اشهد انه في نهر الوكاد التاجر ذا اثره يوم جاء يبغى يجي المره الثانيه في نهر يبغى يدسعه في صره فلوس فلوس اللي يملكها كل ابوها ومجوهراته طاحت في الماء الله في ورجع دور لها ما لقاها رجع رجع ل الحكيم اللي هناك مسؤول عنهم اسرع التجار. ايه. قال فلوسي قال فلوسي ضاعت المهم انه قال انا بقصبك لانك لعبت علي خذيت فلوسي لعبت علي. جاك ذا رايح يبغى يروح وين يدور التاجر يبغى يشوف وين التاجر وين راح ادور له في ديرته خابره ديرته. ويجيك عند النهر ويتوضا يبغى يصلي. سلام سلام. يغسل يديه يوم لين فيها استكفى الماء يمشي. مسك الاستك طلعه ولا والله ذي المجوهرات. هذا وحطه مخباه جزع البحر راح لين وصل خويه يوم جاء لين الناس متريمين في القريه وش فيه وش فيه وش فيه قال التاجر فلان الحين قصاصه علشان اخذ فلوس التاجر لعب عليه وضيعها ايوه سرقها يوم قدهم بيقصون بالهواص لوش الهواص ذا جاهم اصلا قال انا تعرف مريت فلوس قال لي وش فيها قال فيها مجوهرات صغار في الشنطه عطيها قال فتشها لا هي فك يطيع عمر السلام وعود هي جميل كسر جميل ومعروف فلوس وكل شيء فك رقبة طال انا استعجلت السالفة عشان العيال طال الحمير ايش الرحلات؟ ايه هنا ماما يعني بعد نسولف لا لا في فعالية في فعالية في فعالية شرب العيش يقول ما عندنا سالفة عشان يقول فيه 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 والله انا اقول طيب فيه يا بس ما فيه فيه فعالية ابو سعد ابو سعد قم معي شوي قم قم في فعالية ابشر لا ما فيك انا سالفت 14 دقيقة يا حلو كيف حط الاشياء هنا يا شباب قولي ما في سالفه هنا